ناخذ لكم 10 دقائق من وقتكم ولا ميم با، داوموا عليها برسك كل يوم رايحين نصيبوا ريزلتات شباب. نبداو وديروا في بالكم هاد لي زيكزارسيس رايحين يقيسوا كامل لا سينتور ابدومينال من تحت من فوق وحتى الجوانب اللي تكرهوهم. يلا اول تمرين نجي لهنا نزير كرشي ونطلع نتنفس ونخرج الهواء من فمي. 1 و 2 تقولوا لي كوتش شحال نقدروا نديروا هاد التمرين؟ تقدروا ديروه دقيقه ولا حتى اكثر كي توالفوه وتعاودوه 3 خطرات. هذا بالنسبه للتمرين الاول. نروحوا للتمرين الثاني. تحطوا لي يدكم هنا في الارض، تخرجوا بيان لا بواتخين تاعكم، تكسلوا رجليكم اوني لا يوب. هنا نخدموا لا بارتي انفيريور لا سينتور ابدومينال تاعنا. تزيروا كرشكم اي فو ترافايي. هاد ليكزارسيس اذا هذا بديتو يجيكم صعب، دونك بليو لي رجليكم وخدموا هكذا هكا باش تسهل لكم المهمه. ومام ما تجوش تقولوا لي كوتش عندي الكرش ما نقدرش نخدمها، تقدروا كامل باذن الله. كيف كيف تخدموه 1 مينوت وتعاودوه 3 خطرات ولا حتى 4. تحداو انا نمد لكم لا باز وانتم تحداو نفسكم. هذا بالنسبه للتمرين الثاني. التمرين الثالث هو الاخر رايحين نخدموا به هاد لا بارتي. توجور نخرجوا لا بواترين تاعنا، نجوا لهنا نزيروا كرشنا اوب. تقدروا مام تشدوا بالون ولا قرعامه اي تروحوا لي سور لو كوتي. اذا ما قدرتوش تحطوا لي رجلكم وتخدموا لا ميم شوز. توجور لو روغار تاعي مع البلافون تري بيان. ونتنفسوا ما نساوش لا ريسبيراسيون. هايله نو شنو انا جعت؟ اسكو نتوما جعتوا كيما انا ابخي اون سيونس ابدو ولا غيرها رايحين تجوعوا؟ و سي بور سا في الفقره الجايه رايحه نوجد لكم اون روسيت تاكوز هيلثي.